مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم فيه كيفية برمجة الـ PubSub باستخدام Node.js وقاعدة بيانات الغوديس. ما هو الـ PubSub؟ الـ PubSub فهو ديزاين باترن خاص ببرمجة الشبكات، حيث ينقسم الـ PubSub إلى قسمين: الناشر وهو الببليشر، و سبسكرايبر أي المشترك، حيث أن المشترك يشترك بإيفنت معين، وحينما ينشر ذلك الإيفنت فإن كل سبسكرايبر يستقبلون ذلك الإيفنت، مما يسهل برمجة الشبكات والخوادم الموزعة، حيث أن الببليشر فقط يقوم بنشر المعلومات في الفراغ، ومن تهمه تلك المعلومات يقوم بالانخراط وانتظار وصول المعلومات. سنقوم بمثال بسيط لكي تصبح الأشياء أكثر وضوحا. كود سورس، نقوم بفتح غوديس كلاينت هنا، والتعليمة المستخدمة في غوديس فهي غوديس سبسكرايب، مثلا ماي ايفنت. وهنا إذا قمنا ببيبليش بنشر ايفنت على ماي ايفنت، مثلا تيست ايفنت، فإن السبسكرايبر يستقبل، وحتى لو كانوا 100,000 سبسكرايبر فإن كل سبسكرايبر يستقبلون تلك المعلومات: سبسكرايب ماي ايفنت تيست. كما تلاحظون فالنافذتين معا استقبلتا المعلومات. المثال الذي سأقوم به هنا وهو توزيع معلومات من الجويستيك نظرا لسهولة برمجة الجويستيك، وتوزيعها باستخدام البوبسب. فقط لحظة لأقوم بربط الجويستيك بهذه الآلة. وهكذا سنقوم باستغلال هذا السطر، فلا داعي لكتابته مرة أخرى. نقوم بتحميل موديول الجويستيك وموديول غوديس، var غوديس بيب غوديس كرييت كلاينت، وجويستيك اون اكسيس معلومات المحاور سنضعها في داتا. نقوم ب غوديس بيب بيب ليش ماي ايفنت، وتحويل الجيسون الى تكست قبل ذلك لما لا نطبع ذلك الجيسون. نحتاج فقط الى نافذتين. الدرس الكود الخاص بالدرس الثاني عشر يقول لي أن هناك مشكل، فالمشكل في Stringify لم تكن صحيحة. كما تلاحظون فهو يطبع المعلومات في التيرمينال، وإذا قمنا هنا ب Subscribe My Event فهو أيضا سيستقبل المعلومات. إذا قمنا بفتح نافذة أخرى سبسكرايب ماي إيفنت فالكل يستقبل تلك المعلومات.
فهي غير مرتبطة بالعدد. كما تلاحظون فالأمر يشتغل. هنا نستطيع كتابة تطبيق آخر يستقبل تلك المعلومات. var register require register، فهذا التطبيق هو بمثابة الكلاينت. create client و register client subscribe my event. الايفنت المستخدم وهو Register client on message. يرسل لنا اسم شانيل والمعلومات. نقوم فقط بطبع تلك المعلومات. السيرفر يشتغل. الكود الثاني عشر كما تلاحظون فالكلاينت يستقبل المعلومات ايضا باستخدام البوب سب لروديس. فالبوب سب فهو جيد لارسال معلومات بين التطبيقات، او مثلا اذا كنتم مهتمين ببرمجة خادم موزع للدردشة تستطيعون ارسال رسائل بين خوادم باستخدام نمط البوب سب. نستطيع مثلا فتح وهو ايضا سيستقبل. فالبوب سب الخاص بروديس فهو مثير ويسهل برمجة التطبيقات الموزعة، فما على التطبيق إلا أن يرسل أو ينشر المعلومات، وكل من تهمه تلك المعلومات ينتظر وصولها. أيضا من رجيس سبسكرايب ماي إيفنت، فالكل يستقبل المعلومات. مثلا المثال الخاص ببرمجة خادم تي سي بي في الدرس السابع، تستطيعون إضافة البوب سب بين الخوادم وتوزيع هذا المثال على خوادم متعددة في آلات مختلفة. فمثلا عند وصول المعلومات نكتب أولا المساج إلى السوكت المحلية، ومن ثم القيام ببيبليش لي إعلام الخوادم الأخرى أنه تم استقبال المعلومات. ومن ثم هنا نقوم بالأون ميساج، أي أننا نستقبل رسائل من خوادم أخرى ونكتب إلى الكلاينت المحليين المرتبطين بهذا الخادم. كما قلت فإن البوب سب الخاص بروديس فهو يسهل برمجة الخوادم الموزعة. وكان هذا هو الهدف من هذا الدرس، وشكرا.